سيدتي أولي سادتي عين تبسع وطابت جلستكم. كما هو معلوم هذه قناة بن عبد القادر توكل الهدف. الهدف متاعنا اليوم هو اجتماع لهذه الجمعية الفتية ولو عارقة تحت رئاسة السيد عمران حنيف والمدرب القدير ألا وهو الجيلاني الداني غني عن تعريف. الاجتماع تاعنا اليوم اللي رايح نشرف عليه وتشرف عليه هذه القناه، اولا نبارك للاعضاء الجدد. هذا الاجتماع تعليم هو اجتماع تعارف ما بين الرئيس الجديد والمدرب العالم. بادئا بمن السلام عليكم، وننطلق بالحوار مع الرئيس الجديد الا وهو عمران حميد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد. هذا الاجتماع تاع اليوم هو اجتماع تعارفي باش نتعرفوا بعضنا بعض. شكون الرئيس؟ عمران حميد. اول النائب هو حمو العيد، النائب الثاني هو خطاب احمد، الكاتب العام وهو الاخ بريكيه، والنائب تاعو بالفضل، لو تريزوري قسوس بدر الدين، وعمران عبد الحكيم. إذن الجمعية هذه يعني غادي نروحوا باختصار الاجتماع تاع اليوم، يعني مختصر جدا لأن ضيق الوقت وتعرفوا كوفيد 19 في لي تريك ضيق نطبقوا كيسموه التعليمات. إذا غادي بالخف باختصار نذكركم المهامات ثم ندخلوا في الموضوع الهام. هذه الجمعية المهام تاعها أولا العمل على ترقية وتطوير الاختصاصات الرياضية. عندنا اختصاصات رياضية لازم نطوروها باختصار. ثانيا احترام الأحكام القانونية المعمول بها، لا سيما كاين أحكام وكاين قوانين لازم نتبعوها. كل الجمعيات عندهم القوانين تاعها. اولا القانون 12/6 المؤرخ في 12/1/2012 المتعلق بالجمعيات. قانون الجمعيات معروف، قانون تاع الجمعيات معروف، لا داعي لتطرق عليه الان لانه شويه طويل ويسحق تفسير. احنا نفسروه مع الايامات اللي جايه، اشاك فوا نقلبوا كلكو زارتيك وندرسوهم. قانون الجمعيات اللي يكون اونسيان يكون يعرف قانون الجمعيات، يعني نهضر غير على الجدد اللي ما يعرفوش قانون الجمعيات. غادي من بعد كل خطره نعطيهم كالكو زارتيك باش يعرفوا شنو قانون الجمعيات. والقانون 13/5 المؤرخ في 23/7/2013 المتعلق بتنظيم الانشطه. واش من الانشطه؟ الانشطه البدنيه والرياضيه وتطويرها. ثالثا توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة. هذا الموضوع هذا تاع الارتيكل 3 هذا هو اللي غادي نطرقوا عليه، هو اللي غادي اليوم هو موضوعنا تاع اليوم. توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة. غادي نعاود نولوا هذا البند هذا. ثانيا المساهمة في تربية المدنية للشباب بلدته واندماجه. رانا عندنا شو اللي جانا من طايشين، كل واحد يجبد على جهه، احنا شنديروا المساهمه في التربيه المدنيه للشباب واندماجهم. ماذا بينا حنايا ندخلوا لو بلو نومبر بوسيبل تاع لي جان عندنا. الحفاظ على المنشات والتجهيزات الرياضيه، هذه سي نورمال. الى رانا في صاله ولا رانا في استاد ولا رانا في رابيسين ولا لازم نحافظوا على هذه المنشآت. حنا جمعية. ثم المشاركة في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية، سي نورمال. كي رانا دايرين دي سيلين لازم يشاركوا في النشاطات والتنظيمات الرياضية، لي كومبيتيسيون والاخر لازم. ثم المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة واكتشافها في توجيهها، وهذا خاص الموضوع للمدير التقني سي
داني الجلالي هو اللي غادي يتكلف من هذا الجانب مع الاطارات اللي غادي نديروها في الريون الجايه. السهر على تكوين المتواصل، هذه بند غادي من بعد نحضروا عليه، بند اساسي. السهر على التكوين المتواصل لمن؟ للمسيريه، لينا احنا، احنا في الناس من التوسين التكوين المتواصل، ثم ومؤطريه لي فورماتير ثاني لازم يديروا لي فورماسيون، حنا نديروا لي فورماسيون والمؤطرين ثاني يديروا لي فورماسيون، ما بقاوش حابسين غير ستاغني غير في بلاصه، هذا الشيء انا عارفه انا غير هذا اللي مقابله. نو. اخيرا التحسيس بالتمدن وبالاحترام الغير ونشر الاخلاقيه الرياضيه والترفيه الروح الرياضيه وترويح الروح الرياضيه. حنايا دروك حنايا هذا السبور اللي نديرو فيه بور كالبيت، بور كالبيت لازم نتعرفوا على ناس، لازم نصنعوا هذيك الخلق وهذيك الروح الرياضيه، لازم تكون مودة حنا الاحترام بعضنا بعض. حنا دروك لازم نعيشوا كعائله وحده، لازم نعيشوا كعائله وحده، ماشي قال انا راني رئيس، انا راني تريزوري خاطيني، انا الاخرى راهي طايره ما على باليش بيها ولا لا. لازم نعيشوا في عائله، جو عائلي واحد. سمحوا لي على كل حال راني نخف شويه في الهضره لان الوقت يداهمنا، تعرف بلي راها ديجا راهي 5:30. موضوع الاجتماع تاع اليوم وانا اللي محتاج لكم توفير الظروف الماديه والتنظيميه الضروريه لممارسه الرياضه. حنايا دوك انا اتوكو بريزيدون من دخلت، الظروف اللي راهي فيها القاعه ماهيش ظروف، ماهيش تسمى مش راهي صالحه للتدريب. اشاك فار يطيح بلافون، اشاك فار يطيح قرموده، الماء يكثر، الظلمه، الاخر بابا افونسي كونس. الموضوع دوك تاع اليوم دوك نتشاوروا بعضنا بعض الحل، شتاهو شتا نديرو هذا الصلاة كي غادي نخدموها كي نديروا لها. الحوار مفتوح لكم دروك، الحوار مفتوح للمناقشة، خاطر انا ما نجيش نبدي برايي انا وحدي. قال لي ديروا فو بلافون، ديروا ذيك، ديروا واحد يقول لك تم معتمين نخدموا كل واحد يقول لك هذه قالتوها كيما هكا هكا ودرناها هكا. لا نتشاوروا، وراه كاين سجل ونسجلوا كاع اللي غادي نهضروا نسجلوه. المناقشة لكم و اللي راه بات له نظره في الصاله كي نخدموها اتفضلوا، خاطر رانا بحاجه ونخدموها في اقرب وقت، في اقرب وقت. مادام راه كاين كوفيد ولا صراهي مبلعه ولي زاديرو مش راهم يجوا، حنا نبروفيتو باش لي زاديرو مين يدخلوا شي بقاعه واجده. واه تفضل. هي فيما يخص القاعه الترميم ويعني باش الاخر عندنا الاولى السطح لازم نخدموه، السطح راه شويه مع انه راه يتقطعوا كاع، يعني هذاك سي لو كومونسمون فهمتني. فيما يخص الفو بلافون وال كي غادي نخدموا الصاله خصنا دي موديل، يعني راه كاين بليزيور صال يعني هنا في البلاد ولا في الخارج وكاع، راه كاين لي صال ومو نشوفوا لي صال كي مخدمه باش نعرفوا في ان يكون الموديل يعني باش نكون ملائم. شوف انا فيما يخص انا غير هكا مجرد راي، لا ديكوراسيون تاع لا سال، جو با لا ديكوراسيون دو لا سال والاخرى تاعها، انا ماذا بيا نخليها للملك وشمسه، سيدي هما اهل الميدان فهمني؟ سو سون دي ديسيناتور، سو سون دي الاخر، هما اللي لا سال يخدموا هذا. تبقى تعمل ما بلاصو لي كاميرا وما يديروا التلفزيون الاوديو فيزيال. مالك اقترح عليا قلت لي فتحي وكريم. واه فتحي وكريم هذو غادي نشوفوا معاهم ونيغوسيو معاهم باش يشوفوا كي يخدمونا الكاسمون لو بلو فيت بوسيبل، وهو لو بلو فيت بوسيبل اللي رانا محتاجينو في اسرع وقت سي لو توا ولو فو بلافون. لو توا هو الاول، كي يخدم لو توا صعيب، كي يخدم لو توا يبان كلش، يبان كلش. انا نصايب واحد بصح، نصايب واحد بصح مي ما عندوش كي يدير لك فاتوره ولا ما عندك، انا نخدم نروح
حنا اللي قلنا ايه ونزيدكم حاجه لا دي جي اس لا جي دي لا دي جي اس قلت لك انا عطيتك اون سوبونسيون بصح ديك لا سوبونسيون ما تخدمش بها القاعه قال لك القاعه تابعه للبلديه سي دوك البلديه دابا راه انا عطيتك بور لي زاتليت قلت غادي نتحاسب معاك ما تخدمش بها القاعه و سي نورمال سي لا لوجيك هي لا دي جي اس خاتها القاعه عطات لا سوبونسيون لي زاتليت اسمع لو بيان هذاك ماشي تاع الدي جي اس ماشي تاع لا ماشي لو بيان قاعه كاع تاع البلديه تاع البلديه تاع البلديه دونك البلديه غادي ندخلوا شوف هي كاينه هما داروا اون ايتود قبل انا قال لي العباسه دقيقه كاينه قال لي كاينه اون ايتود قبل وهذا البروجي غادي هذاك ليتود غادي ذاك البروجي غادي نحطوه لعند البلديه يعني ينقام ابري واحد 200 مليون الى بغيت تخدم قاعه وقاعه بولينور تنقام 200 مليون وهذا بروجي ان شاء الله نحطوه عند البلديه باسكو دخلها في لي بروجي تاعها باسكو هذا ترقع حنا دوك اللي غادي نخدموا تما ترقع هذا ترقع ما غاديش يدوم اي با با لي طرو لوان ما غاديش يشد بزاف حنا غير بلاومه تاع عامين ولا ثلاثه ولا بصح لا صح حنا بالحاجه نخدموها بون اون فوا بور توت هذا بروجي باسكو على بالك الدراهم اللي عندنا لو بيجي اللي عندنا ما غاديش نخدموا صحراء كاع ولو فو بو فو نديروا الاخر سيدي غادي نديروا على حساب لا سيفونسيون تاع البلديه تفضل سي الفضل لا متاكدين تبع تاع لا تاع لا بي سي تاع لا بي سي شنو بيان تاع بي سي واش من لجنه؟ كاين لجنه في البي ار بي عندهم ميجان واه وحنا كاين اللي قال كاين مستوى من قال كاين الثقافه كاين اللي قال بالرياضه كاين اللي قال بالسياحه لا بصح هذه سي هذه سي بيان تاع لا بي سي 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 سيرتان دونك سي لا سي لا بي سي كي باسون شارجي لا لا سي لو بي جي اللي مدتها البلديه والبلديه مدتها لنا حنايا احنا جوج اللي مدتها لنا تبقى في البلديه تبقى في البلديه سي لا بي سي سي لا بي سي دونك لا بيان كومينال بالحق راهي مع راهي مع راهي مع راهي 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 معطيها لنا راني وريتك خوات حنا صاي فهمتني؟ واني فاهمني ايوا حنا دروك حنا دروك اللي رانا نخمو فيه دروك اللي رانا نخمو فيه باسكو اللي ان غرون دونجي كاين خطر كبير دروك يولوا التلاميذ ولا لي زاتليت يدربوا ثاني وحده من فوق مالك تبقى توجور تخمم ان انسيدون دونك تولي في حاجه كبيره بزاف وتولي في حاجه شي طفل صغير ما نقولوا لي زيد كيدربوا يدربوا في في امان شو سمحوا لي سمحوا لي اسمح لي شو دقيقه ماذا بي ان ندخل فيما يخص القاعه يا لي نورم دون سال قوانين القاعه اللي ندربوا فيها ما هما قوانين القاعه لازم تكون عندها اون بون ايراسيون لوكسيجين لازم يكون عندها ان نيشي سكور لازم تكون عندها كاع الاتصال الاتصال مع الارجونس مع الشرطه مع الدراك مع البومبيه يكونوا معلقين الاكستنكتور لازم يكون معلق تما لازم لا بوط دو فارماسي ولازم اللي يكون يدرب لازم يكون يعرف الاسعافات الاوليه وهذه ان شاء الله غادي نمدوا دروس فيما يخص كاين الجانب التقني اللي مازال خاطر اليوم هذا الاداري ومن بعد غادي نديروا اجتماع تاع المكتب التقني باش نفهموا المدربين شتا لازمهم باش يكونوا دون لي نورم باش يدربوا كاين لو ديبلوم تكنيك وكاين لو ديبلوم بيداغوجيك وغادي نمدو دروس فيما يخص الميدان البيداغوجي انا راه عندي لو ديبلوم ديتا 3 دوغري اكاديميك وانا ان شاء الله اللي غادي نقوم بالدور تاع الميدان البيداغوجي خاطر الميدان البيداغوجي لو كوفيسيون تاعو سي 3.5 مرتفع على الميدان التقني لازم المدرب يكون يعرف
كيفاش يدرب وتكون عنده القدرة باش يمد المعلومات تاع هذاك النشاط الرياضي اللي راه يدير فيه. بيان. أنا كيما راني نشوف الرئيس عمران حميد راني نشوفه يبذل في مجهودات جبارة الله يبارك. ونزيد ثاني كذلك الجماعة اللي جاوا ثاني نشرفوا بهم. وخونا منا ثاني كذلك والله صراحة قال لي راني ننتصر نروح الغليزان نروح منا وعنده بنات وكذا يعني والله إلا شيء مشرف كبير. آه احنا واش رايح نديرو؟ احنا ماذا بنا كل النشاطات الرياضية بدون استثناء نحيوها وندعموها ونقووها فيما يخص الميدان التقني وفيما يخص الميدان البيداغوجي. ليق المجتمع نتاعنا هنا في عين ثالث يتغير. رانا نشوفوا هنا كيما نتمشاو رانا نشوفوا افواج وافواج يعني تاع شبيبه. وانا على بالي وراني عارف باللي كاين موهبات لا تعد ولا تحصى عند الشبيبه. لازم نحروا الذهنيات. يلفو ليبيري لي زيسبري. دخلت خطرة عند ولدي منا يدير دي ماكات يعني حاجة كبيرة على خاطر اللي ماكات يروحوا بعيد يصنع فيهم والله. زدت دخلت عند ولدك وراني سيت ان انجينيور اون بيولوجي. لما دخلت عنده قال لي عمي الجلالي قال لي هذا راني نشريه 1,500,000 باش يوكل السمك. قال لي بالحق دوك راني نصنعو. والله بنادم يخدم راسو هجرة الأدمي غير هنا ولا راه في أمريكا. انا سؤال مطروح هذا. اسكو اللي راه هنا دماغ واللي اللي راه في الدول الخارجية والدول الأعداء يطلع في الاقتصاد تاعهم دماغ وراه. نقول لكم حاجه والله كنت دكتور في الفيزياء النوويه وراك في امريكا يرحبوا بيك يعيطوا لك تقعد يوفروا لك كاع الشروط يديروا لك هاك. علاه هما خاصهم انت خاصهم الحيه اللي راهي عندك باش بلادهم تطلع الرسمي. أنا على بالي وعلى بالهم لخاطر يقول لك الذاكة الذاكة بالنسبة لنا واش تذاكي الذاكة الذاكة راك عارف بالذاكة بحر كون نبقاو نهضروا على الذاكة الانتيليجونس وراهي بحر ماشي زعقة. هذوك الإنسان بالنسبة لواش ذاكي الإنسان هذه ذاكة هذه عنده موهبة بالحق في الجانب تاع الروح الوطنية ما عندوش ذاكة راه بعيد على الذاكرة. لما نشوف انا يا 6000 ولا 5000 طبيب ينفعوا في الدول بوتات ادا دول اجنبيه يا نعم دول اجنبيه نعم الور ممكن يسيب مبررات قالوا دي انا هنا غبنوني وهنا داروا لي وهنا عملوني وكاع رانا مغبنا بالحق ذي الغبينا كي نديروا باش نقلوها كي نديروا شيء الحياة لها سلاح الفتاك كي نعمروا هذه الكاس تاع الماء ويكون تاع شجاج ويقيس خد شتبه تقيس خد شتبه ما ينفع غير الصح. اللي يهرم الصح انا نعتبره جاهل ما يفهمش عنده ذاك بالحق ذاك تاعو محدوده. احنا الدنيا راهي مورانا ما عندناش دور في المجتمع. عندنا الدور في المجتمع نلعبوه باش نعطوا يد المساعدة للشبيبة. سبحان الله العظيم انا هكا نفهم. شيخ صاي دوك نفوت لك بالخف فوت الكلمه. شوف باش غير نذكر صاي كملت. شوف باش نقول لكم حاجه اليوم يكون في علمكم
اليوم يكون في علمكم باللي هذا إيش هذا الاجتماع تاع اليوم اداري باش نتفاهموا. مازال نديروا اجتماع واحد اخر تقني وين كاع المدربين نعرضوهم بدون استثناء. طيب اتفضل واه تكلمنا على المشكل. احنا اللي نهضروا عليه المشكل تاع القاعه تدخل تعاون. انا اللي نقول احنا كجمعيه شنو نجمو نديرو في القاعه. كما مثلا الاخ مالك غادي يدير لا ديكوراسيون ويتكاكا بلوديو فيزيال. دونك انايا كما الجماعه تاع الكاتب العام لو سكرتير لي تريزوري كي نكون سكرتير ولا نكون تريزوري ما نقراش انا تا بريزيدون يعيط لي خطا نعيط ولا الاخر. غادي نعطيكم لي كلي والمكتب تاعكم. قلت لكم المكتب تاعكم ما نبقاش انا ندور هاك ونخدم هاك ونخدم في واحد النهار غادي نكلاكي اللي قدجو. ها هو دوك حنا كاكشو البيرو اول مره تلاقينا هنايا بصح في لاصال ما كاع نتلاقاو ما كاش كاع غير انا والشيخ. دروك غادي نديرو برنامج عمل باش تجو تدخلوا وتشوفوا وراقيكم وصوالحكم وديما مفتاح كيما على غير انا اللي نحل. حل انت ودخل وخدم عندك المهام تاعك ديرو ولا ما نحوش عليك. تريزوري عند المهام تاعك ديرو ما نحوش عليك. بصح نهار اللي نتلاقاو قدم لي تقدم لي راكم فاهمين باش نسهلوا على روحنا لاطاش. صاي دوك دخلنا في 2021 دوك يبداو لي ديبونس. المشكل فاني خاطش المشكل على بالكم الوراق تاع خرجنا وراقي هذا اللي بان غير خرج راني غير خرج جيب لي ديك خرجنا وكملنا ورانا برمي بالك لي برمي في لاوي اللي كملنا الدوسيي تاعنا. جينا عند البلديه يقول لك لاكريمون مازال ها رانا ملايمينهم وانا دايرينهم وغادي نديرو غنديرو في المرميطه يحماو ما عرفتش تايا لا ودير ديك اغريمون تشدي به تروح لابوك يقول لك انا راح نجيب لي لاغريمون يا ودي لاغريمون هيا لا راني مديبوزي دوسي تاع لاغريمون ها هو لا لا في فابرا راه كاين. تروح لبوك يقول لك انا ما عطيتش ندير زوبيراسيون حتى تجيب لي لاغريمون. تروح لي يخدم لاغريمون وكان راني نلايمو فيهم وغادي نديرو ولاغريمون مازال ما ندفعوش. هذا فاني سيستم بلوكاج انت عندك الدراماتيك تتصرف بهم ما عطيتش شي دراماتيك دير والو. انا غادي ندخل عند المير انا السيمانه ندخل ونقول له القى المدير راه يطيح بلافون راه يطيح كلشي راه يطيح وانتم لاكريمون قاعدين تقالوا على لاكريمون ما عندكم ما تدوه دوبا تدوه لوني وتجيبوه. لاكريمون تاع بلديه يقعد اكثر من شهرين. ها هو البلاد كيفاه تقدم كيفاه تسكر يا ودي. وبالتالي شوف والله ما نجموش نخدموا كيما هكا صح. احنا يا على كل حال والله لا ماشي غادي نقلعوا هذا لاغريمون كانه حاجه غادي تجي من السماء. بصح حنا نخدموا ماذا بك كيما السكرتير كيما التريزوري كلشي البيرو راه خاوي. روحوا نظموا صوالحكم هذاك الميكرو نخدموه نعمروا فيه الفورماسيون تاعنا باسكو نتوما غادي تخدموا ماشي انا. نتوما الشبيبه نتوما جماعه نتاكد عليكم نتوما حنا رانا معكم وحنا من قدام حنا كنتو من على عامين ثلاثه الاخر ودخلوا انتم في نيجر واحد اخرين وتروحوا الاخرى. دروك حنا شوفوا حنا ما فهمنا والو. انا واحد من الناس ما فهمت والو. برا يقول لك يا ولدي الكبار قاربينها يقول لك المشعل هاك حسب المشعل بها كفرومبو يشعل نعطيه لك. ها المشعل هو ها الميكرو ها لاصال هذا هو المشعل. سمعت بالمشعل حسب المشعل باللي غادي نجيبوا فرومبو ونشعلوا ونقول له هاك. ها حنا كبرنا قلبين صالة باغي المشعل ها راهي الصالة كاين سيمونسيون كاين دراهم كاين لي صال كاين لابيسين تالس فيها كل شيء. ها راهم يجونا من التونين ومن بلعطار راهم يعوموا في لابيسين حنا من امتاز ما ندخلولهاش. حنا نقول بكل صراحة المستوى تاعنا هود كاع با راه تحت. كاين اشكال شيخنا كاين اتفاقية ما بين لابيسين وما بين الجمعيات دول الجمعيات الرياضية. والله الجمعية شكون اللي غادي يجيبها؟ لا هذه الجمعيه كل جمعيه ما تروحش هي. انا ترى دي جي اس قال لي واحد يدير معايا كونترا ندير لك كونترا في راسه وفي كيسموها وانا سكوش في فير ماذا بيا ندي معايا هذو اللي جانوا معايا نوري كي يهضر مع لا دي جي اس كي يساوي ندير له خيطان فما
إيه تعال يقولون نروحوا لابيسي كحنا كنا سبحان الله لابيسي نعنا هنا وما ندخلوا لهاش هي وين كاينه هذه قاع ما كاش هذه وقاع ما تجيش عندكم غيره قاع ما كاش حاجه الشريفه قاعد يدير نقول لكم حاجه هذه بشوفت عيني هلا ضروق انا في تصيديره ظل سمح في كل كارتي كاينه مجموعه يبيعوا باينه هكا قاع الناس وتشوف انا كنت انتم راكم ولا تلس وتعرفوا تلس قاع راه يقولوا تخطي راسي تخطي راسي بصح ما تخطيش راسك ولدك راه يكبر وشي شي بحذاه ماشي بلا لابيسي اه راك تبرم هذه سياله هذاك طلع الراس هات شويات سي فاسيل سي فاسيل نحمو ولادنا ونحمو فلاجنا نجيبو ندمجو الغازي نجيبو ليجان نديرو دي تورنوا نديرو كسمو نديرو دي سورتي راه عندنا دي سورتي والله لا اون بلان سورتي راه عندنا بالعباس راه عندنا بسغادي عندنا ارج عندنا غادي نديرو اون تورني اطول كاع الولايه ان شاء الله نهار السبت عندنا لا ريونيون اي بصح كنت ليمو كيما هكا اون اكتيف هذا كنجي شي موديل كيما فوالا كيما خونا هنا هذاك هو يدير لك سموه لك سموه يسجل في الرايون تاع اليوم تسجل ماشي انا نكتبها في نديرها ندونها لا راك هو راه سكرتير راه معاه لاجوا يدبر راسه يدبر لسانهم على خاطر جاك يجي سيبها مكتوبه في الاخر مساويه وسي زين هذه هي لو موا دو مارس ان شاء الله لو موا دو فيفري ان شاء الله نعاد التريتوري يعطيني نشوف لا كونتابيليتي دير لي تاع باش انا كل 3 موا نعريتو ونقولوا الغاشي ها شحال صرفنا وشحال راه عندنا ان شاء الله يبقى التليفون ديالك شوف شوف الشيخ سمح لي روتش سمحوا لي ما تفضل تفضل كما قلت هذه الافات الاجتماعيه في تلس قوات سمو بها السنين الاواخر هذو حشاك كما نقولوا شراب حشاك مسنتين كيف كذا هنا كما قال الشيخ داني كاين شباب عندهم طاقات ما يفجروها بصح الله غالب راهم حاصرين لازم الجمعيات تبادر بهذا الاخر ولكن كما قلت انت يا الرئيس نبقى غي غدوه ما غادي لا لازم ناكتيفو ماشي شهر ما شهر غير غادي ندخل في الميدان فوالا ناكتيف ديجا رانا في 2020 رانا ضاربين رانا بريمير سيمين فاتت ولا واه وسمح لي كاين ان بوان القاعه كيف هاو كيف هاو القاعه تبلع على الزوج نبلع على ثلاثه نبلع ودي وديك قاعه نبقاو نهضروا اللي غنديروها تحل تحل تال الليل ولا تال الليل تال الليل تال الليل قاعه مديولها سيتو من 5 الغادي ما كانش الشيخ هذه خلي ياك تبلع يمشي ياسر خلي كل واحد تفضل خليه يهضر ومن بعد عاود ولي روح تفضل المهم حنايا الجمعية دارت ماشي كيما الجمعية اللي فاتت رجال صبور لازم ناكتيف ولازم ماشي قال ثلاث سيمانات على شهر لازم كاع نحضروا كاع كل واحد يعطي كلمته وهذه هي التريبيان شو نقول لكم كاين حاجة باغي نقولها ولا كاين حاجة باغي نقولها مهمة جدا شتينا كون يكون التلصيق ما بيننا كلنا كما رانا تلصيق تاع صح نجمو نديرو الديكليك هنا من عين تلس نمضي ونأكد انا راني نقول فيها على بالكم العجايز بكري من يخدموا يخلوا الخميره باش الغدوه تزيد تعاود دير الخبز هكذا اما الخميره عندنا ماشي مقطوعه هنا في تدس شتا ولا اللي قحنا ماشي قال اودي مانيش عارف انا راسو يدور له قال اودي يبقى مشكاك اللي تكون عندك الثقه في روحك وتكون الثقه ما بيننا وعلى هذا النظره خلوني نزيد نقول كلمه الاستعمار حكم فينا قرن و32 عام نسمينا ليزانديجان كلمة انديجان وين مسكن زاد يعني ما بغاو يقلعوا الجزائر من الجدرة الهوية الاستعمار فرنسا استعمرتنا مشي فرنسا استعمرتنا الجهل استعمرنا كيفاش 100 قاوري تعيش في 2000 واللي يحكموا فيهم يدخلهم في الليل ويخرجوا في الليل سبحان الله العظيم
دونك المشكل راه في الذهنيات، المشكل راه في الفكر. العلماء يوصلوا الفكر كيما المرايا من تشوف وجهك. يقول يبغونا والله ما يبغون. انا تدربت معاهم ونعرفهم ورقدت معاهم وعرضتهم هنا وجاو شعال وكذا وعلى بالي صاري نهدر. الاولاد كيما كان الرئيس يهدر عنده الحق بغيت هدر راني نشوف سي بابا سمعت قايل كيما كان يقول لازمنا وغادي مشينا نقعدوا غير عند الحد تاع القاعه. هذا القاعه بروحها سيتي بتيت سال. انا جي في لي غراند سال في اوروب في ايطاليا في الالمان في فرنسا وفي كل شيء. هذه لا سال تسمى سيتي سال. كنا نهضروا على القوانين تاع القاعات هي كنا نبقاو نهضروا على لي سال اللي صراك زعما كي دايرين ولا. ولكن حنايا نبداو بالصاله ونزيدو نحلو في المركب الرياضي. خاطر قلت اليوم راني قلت ونعاود ها الاجتماع تاع اليوم هو اداري وان شاء الله من بعد غادي يكون اجتماع تاع المكتب التقني والاداره يكونوا معنا يكونوا حاضرين باش يشوفوا. تفضل ما تفضل واللي يبغي يطرح سؤال يطرحه. احيانا احنا الجمعيات احنا كي تقعد تشوف الجمعيات اللي عندنا على مستوى البلديه تاعنا عندنا اكثر من 45 جمعيه من بينها ثقافيه ورياضيه. نفسها نفس البلديه تاع مستغالي بصح علاه يقول لك البلديه تاع مستغالي من جل الجمعيات عندهم ديسيونسيون كبار. المشكل ماشي في الجمعيات. المشكل الجمعيات تاع مستوى مستغالي عندهم تعاونيات بيناتهم يخلقوا لجنه مختصه ما بين الجمعيات الرياضيه تنسيقيه. صح ما بين الجمعيات الرياضيه اللي عندهم وكل واحد يضرب في الشابيت تاعو. حنا هذه على مستوى البلديه تاعنا لا من ناحيه الثقافيه ولا من ناحيه الرياضيه. رايحين احسن يكون عضو ماشي شرط انه يكون رايح. شوف الشيخ الشيخ راهي في حيز التطبيق والسبت ان شاء الله عندنا اجتماع العشرة في هذا ماشي شرط انه يكون رئيس الجمعيه تاع الشخص هو نفسه اللي غادي يقدم مع مع اللجنه مختصه ما بين الجمعيات. صغار باش ما نخرجوش على الموضوع. عضو الجمعيه تاعك شوف اولي شوف صغار باش ما نخرجوش باقينا ربع دقائق بركا. لا مازال راهي سته. حوا غادي تاكل باش تاكل واه. شوف غير باش نقول لك اقرا شو هنا درنا بكري كاع من الجمعيات راهي عندها ثم نصف 77 راهي في 43 عام. شيخ معاود نرجعوها مي لا غالب يا ودي. شوف خلاصه القول صغار خلاصه القول في هذه السيمانه هذه خلاصه القول في هذه السيمانه ان شاء الله غادي كي نعيط لكم نتلاقاو في البيرو اختاروا نهار نعيط بون كيما التريزوري والسكرتير نتلاقاو في نهار واحد تشقموا الميكرو تاعكم نشوفوا واش نديروا فيه ليزانفورماسيون داخل نهار ونعطيكم مفتاح في تدخل تخرج كيما وحدكم وزيد بزيادة كل راعي مسؤول عن رعايته برنامج هذه مكان زعقة لا ستركتور لا بلانيفيكاسيون. إذا الوقت يداهم لا على كل حال نختم الاجتماع الجاي وين غادي دير؟ ها؟ الاجتماع الجاي باش تسطر البرنامج تاعك البرنامج تمشاو عليه وما تديروش على المستوى ديالو على المستوى المقر الجمعية تاعك. بون كاين الاجتماع الجاي هو اجتماع تقني على ذات هو يديرها المدير التقني. الاجتماع التقني الجاي وانت ديرو يا خويا رانا حنايا ونشوفوا نهار ما دام لا لا ما عندوش باش ندير باش ندير داكور داكور يا با بروبليم. الاجتماع العادي تحدد الاجتماع التقني اللي انت غادي غدوه كومونيكي نعيط نقول لك ها وين انت باسكو باش ندوها كا على لي جان من بعد نقول ها لا من بعد تبان لي بلي نديرو السبت الجاي السبت الجاي واه ماركي السبت الجاي السامدي بروشان كيما ضروك هنا وصاي صاي هذه هي صاي السامدي الجاي فوالا تشوف رمي عايضه واحد عايط لي صاي خلينا نختم ونختموا جلستنا بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين شابت لي والجلسة راهي مرفوعة ودوك حنا رانا هنايا رانا ناكلوا والديسكور حر مفتوح لا لا والو راني في اجتماع تجي اليوم ولا ما تجيش فوالا جي سادتي بعد الاجتماع أرجوك نعيط لهذه الجمعية الفتية تحت رئاسة
السيد عمران حميد وأعضاء الجمعية كلهم موجودين هنا في هذه القاعة الذي أدير من أحد الخواص لهذه الجمعية تحت إشراف أستاذنا الكبير ألا وهو الجلالي الثاني بمعية الأعضاء وهذه الوجوه النيرة. كان نقاش حاد ونقاش مثمر، تكلموا الأعضاء في شتى الميادين بالرغم من هذا الاجتماع الأول الذي قام بهذه الجمعية أي جمعية الشوكوكاي. كما تكلموا السادة الرئيس والنواب وبعض الأمناء يعني العامين والأمناء الخازنة كذلك تكلموا، وأصبرت هذه الجمعية على الاتفاق على البنود الذي سطرتهم هذه الجمعية. كما تتمنى قناة بن عبد القادر لهذه الجمعية الفتية وهي في نفس الوقت القديمة المزيد من التطور والازدهار والمثابرة لإنعاش هذه الرياضة العريقة لمدينة عين تلبس. وتستخر هذه المدينة أي مدينة عين تلبس مدينة تستخر بعدة مواهب من منها الشيوخ والشبيبة القادمة إن شاء الله. مدير تقني. 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 مدير تق